يستثمر وينجح. أي. والآن بالإجراء اللي تم يعني السودان كان بكل أسف كان مصنف من الدول يعني الغير قادرة من الفكاك من الدم، يعني حالة كورونيك حالة مزرية طبعا نفسية. والآن الحمد لله يعني بالإجراءات تمت ممكن الدين كان أكثر من 60 مليار دولار، هذه تمثل 150% من الناتج القومي السوداني. كويس. والآن الإجراءات يعني الطريق بقى ممهد زي ما أشرت أنت وأشار كثير من المحللين إنه إجراءات الحصول على القروض ممكن بطريقة ميسرة. كل المستثمرين ممكن يجوا حسب تعديل حتى بالقوانين الخاصة بتاع النظام المصرفي، بقى نظام مزدوج. زمان كان في نظام واحد، الآن في بقى نظام مزدوج بحيث أنه يعني يواكب كل الإجراءات المالية الدولية اللي ممكن يسهل في العملية. فالبلاتفورم ماشي يعني ماشي في بتاع تعزيز يعني موقع السودان الاستثماري وبناء الثقة سواء كان المستثمر المحلي أو الدولي. والإجراءات نعتقد أنه يعني إن شاء الله في الفترة الوجيزة بيكون في تحديث في تغيير في أرض الواقع بحسب المواطن بحسب المراقب بحسب كل الناس. والثقة ذاتها ما زال اللبنة تبني يعني step by step يعني. نعم. حكاية تمشي.